السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظكم ويحفظكم. النهارده ان شاء الله معانا حاجه مهمه جدا، هي كلمه هيموبليجيا. اهم حاله اصلا في الكلينيكال كجزء نيورولوجيا بتكون حالات الهيموبليجيا، وذلك بسبب توافرها الرهيب، حالات كتير جدا 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 جدا، فبالتالي فرصه ان اي حد يمتحن على الهيموبليجيا بتبقى كبيره قوي. الشغل اللي هو الميكانيكال وورك، اللي هو تعمل التون والباور والريفلكسز والكلام النرفس والحاجات دي، سهله وقلنا محتاجه مننا تريننج وهنعملها. لكن الجزء بقى المينتال وورك، اللي هو الاسئله اللي ممكن تسالها على هذا المريض، هنقعد نتكلم فيها النهارده. هنحط رسمه تقريبا هي هتجمع كل حاجه. بنقول ادي ده كده السريبرال كورتكس، ادي السريبرال كورتكس. تحت السريبرام هنا في حاجه اسمها انترنال كبسول، يمين طبعا وشمال. بعد كده يا اولاد في هنا البرين ستيم، ميد برين وبونس ومظله اوبلونجاتا، ثم سباينال كورد. ميد برين بونس مظله اوبلونجاتا سباينال كورد. باللون الاحمر زي ما متعودين دايما نعمل البيراميدال. البيراميدال بياخد اوريجن من السريبرال كورتكس، وبعدين الفايبرز بتاعته بتتجمع في حزمه اسمها كورونا رادياتا. يبقى دوت هنا السريبرال كورتكس، الفايبرز بتاعت البيراميدال طلعت من الاوريجن من الكورتكس وجمعت في حاجه اسمها كورونا رادياتا، وبعدين نزلت بقت حزمه واحده، نزلت في الانترنال كبسول. الانترنال كبسول ده عباره عن ايه؟ دوت ثيكننج اوف وايت ماتر اوف ذا برين سبستانس كونتين ديسندنج فايبرز اند اسندنج فايبرز. الحاجات اللي جايه من فوق لتحت بتعدي عليه، والحاجات اللي جايه من تحت لفوق بتطلع عليه. ها، وهو يعتبر طبعا ليه بلاد سبلاي، ها، فهو بياخد الحاجات اللي جايه من فوق لتحت واللي جايه من تحت لفوق. المهم تفضل نازله الفايبرز بتاعت البيراميدال في نفس الناحيه بتاعتها لغايه اللور بارت وفي مظله اوبلونجاتا، معظم الفايبرز بتعمل دي كاستيشن تو ذا اوبوزيت سايد. فبالتالي البيراميدال اللي جاي من الناحيه الشمال ده رايح عشان يغذي نص الجسم اليمين، اكيد مش محتاجه زكاوه يعني، اكيد في بيراميدال تاني جاي من هنا وبينزل كده عشان معظم الفايبرز بتاعته بتعدي للناحيه التانيه. يبقى البيراميدال اللي جاي الاوريجن بتاعه من الناحيه الشمال، ها، بيغذي الجزء اليمين، واللي جاي من اليمين بيغذي الجزء الشمال. النقطه دي كاستيشن هي اللور بارت اوف مظله اوبلونجات، ودي اول معلومه بنقولها. بنقول ايه؟ لو انا عملت ليجن في البيراميدال هنا او هنا او هنا او في اي مكان هنا قبل ما يعمل ديكاستيشن، هيحصل هيموبليجيا الناحيه الثانيه، فنسميها كونترا لاترال هيموبليجيا. بينما لو هو عدى خلاص وهو نازل هنا وانا جيت عملت له ليجن في هذا المكان، انا ضربته هنا 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 في اي حته من دول، هيحصل ابسي لاترال هيموبليجيا. يبقى لو انا ضربته فوق قبل ما يعمل ديكاستيشن هيعمل كونترا لاترال هيموبليجيا، لو ضربته تحت هنا على مستوى السباينال كورد انا ضربت البيراميدال هنا خلاص، ما هو كان معدي، يبقى في نفس الناحيه، يبقى اسمها ابسي لاترال. طيب دي المعلومه الاولى، ركز عشان الموضوع هيتركب على بعضه شويتين. بالقلم الاسود ده هرسم حاجه اسمها ديب سنسيشن، اللي هو قلنا بوزيشن وموفمنت وماسل ونيرف وفايبريشن، ومعاهم على فكره طالع معاهم الفاين تاتش. الديب سنسيشن والفاين تاتش مع بعض ايه اللي بيحصل؟ يدخلوا كده السباينال كورد، يفضلوا طالعين في نفس الناحيه في البوستيريو كولم لغايه اللور بارت اوف مظله اوبلونجات، يعمل ديكاستيشن تو ذا اوبوزيت سايد، ويفضل مكمل في الاوبوزيت سايد الى النهايه كده 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 كده. لاحظوا حاجه، اول ما دخل طلع في ناحيته لغايه اللور بارت اوف مظله اوبلونجات، راح معدي للناحيه الثانيه وفضل مكمل للناحيه الثانيه. لاحظوا حاجه، الله يبارك لكم، ما تتوهش مني، لو انا جيت ضربت الديب سنسيشن الاسود ده هنا قبل ما يعدي وفي السباينال كورد، هيحصل ابسي لاترال ديب سنسوري افكشن. طب لو ضربته هنا 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 في اي مكان، هيبقى كونترا لاترال. اقول لكم حاجه، الديب سنسيشن مع البيراميدال، الديب سنسيشن مع البيراميدال. لو ضربت الاحمر والاسود هنا ابسي لاترال هيموبليجيا وابسي لاترال ديب سنسوري افكشن، لو ضربت الاحمر والاسود هنا كونترا لاترال هيموبليجيا وكونترا لاترال ديب سنسوري افكشن. ناخد بالنا من هذه المعلومات السهله. ننزل بالثالث، بالقلم الازرق ده هنرسم السوبرفيشال سنسيشن. ايه اللي بيحصل؟ هذا السوبرفيشال سنسيشن بيجي يدخل كده، يروح معدي للناحيه الثانيه على طول، ويفضل مكمل في الناحيه الثانيه الى النهايه. يعني هو عدى كده وفضل مكمل في الناحيه الثانيه. لو جيت ضربت هنا او ضربت هنا او ضربت هنا او ضربت هنا، كله في الاخر كونترا لاترال. بص لي كده، هيدخل كده من الناحيه الثانيه اهو،
راح معدي للقبض السائد على طول، وبعدين يفضل مكمل في الناحيه الثانيه. السوبرفيشال سنسيشن بين وتمبريتشر وسمبل تاتش اول ما بيدخل بيعدي، وفي ناس تقول لك لا ده ممكن يطلع كده سيجمنت ولا اتنين وبعدين يعدي، كده كده بيعدي، هما كلهم بيعدوا، بس ده بيعدي وهو في السباينال كورد. عشان كده لاحظوا حاجه، لو انا ضربت السباينوسيراميك ده هنا او هنا او هنا او هنا او هنا كله كونترالاتر، يبقى السوبرفيشال سنسيشن على طول كونترالاترال. السوبرفيشال سنسيشن على طول بيبقى كونترالاترال، والديب سنسيشن على طول ماشي مع البرامدل. السوبرفيشال سنسيشن على طول كونترالاترال، والديب سنسيشن على طول ماشي، عايز تقولوها 100 مره، الديب سنسيشن ماشي مع البرامدل، والسوبرفيشال سنسيشن على طول كونترالاترال. يعني سيمبلي الله يبارك لكم، لو انا جيت ضربت في الحته دي عملت ليجن هنا تحت الليفل ابسي لاترال هيمبليجي، ابسي لاترال ديب سنسوري افكشن وفاين تاتش، كونترا لاترال سوبرفيشال سنسوري افكشن. ناخد بالنا من هذا الكلام، لو جيت عملت ليجن هنا كونترا لاترال هيمبليجي الاحمر، كونترا لاترال ديب سنسوري افكشن الاسود، كونترا لاترال سوبرفيشال سنسوري افكشن الازرق، يبقى خد بالك انت ضارب فين، ضارب هنا ولا ضارب هنا ولا هنا ولا هنا، وده اللي هنقعد نتكلم عليه. زود معلومة انتوا عارفينها وخدناها اصلا الحصة اللي فاتت، ان هنا يا اولاد في منطقة البرين ستيم الاكسات دي كلها دي النيوكلياي اوف ذا كرانيال نيرفز، حيث انه 3 و4 طلعوا من الميمبرين، 5 و6 و7 من البونز، 9 و10 و11 و12 من المظلة اوبلونجاتا بالشكل ده. دي هتفرق معانا، هتفرق معانا جدا، هتفرق معانا جدا في اللي احنا هنعمله دلوقتي. شوفوا انا عندي مجموعة سندرومز كتيرة قوي، اول سندروم هعمله ان انا هاجي اعمل ليجن، بص يا دكتور بالاحمر في هذا المكان في السباينال كورد كده، انا عملت ليجن هنا، الليجن ده هيعمل هيميبليجيا على مستوى السباينال كورد. الهيميبليجيا على مستوى السباينال كورد اكيد يعني مش عايزه زكاوه، هيبقى اسمها سباينال هيميبليجيا، وصفها براون سيكوارد بقى اسمها براون سيكوارد سندروم. بتتكون من حاجات بتحصل ات ليفل اجلها دلوقتي، وبيحصل شويه حاجات تحت الليفل حضراتكم اللي هتقولوها، انا هسال وانت ترد عليا. انا ببني، هي بصوا يا المحاضره بتتاخد كده لوكشه واحده، فاهمني ولا لا؟ بص يا دكتور الله يسعدك، ركز معايا، انا جيت عملت ليجن هنا، ضربت 3 تراكس، 3 تراكس ار افكتد، الاحمر والاسود والازرق، الاحمر هو البيراميدال. لما انا جيت عملت ليجن هنا ضربت البيراميدال حصل معايا هيمبليجيا، طب حصل دي كاستيشن؟ اه، يبقى دي كلمه اسمها ابسي لاترال هيمبليجيا. يلا الشاطر بيتكلم والله، بيقول لي يا دكتور ومعاها كمان ابسي لاترال ديب سنسوري افكشن. طيب الازرق ده جاي من الناحيه الثانيه، يبقى انا معايا ها كونترا لاترال سوبرفيشال سنسوري افكشن. يعني لو جيت بصيت لي كده حضرتك ها زي الرسمه، انت عملت هيميسكشن في السباينال كورد على مستوى السيرفايكال هنا فوق سي 5، هنعرف ليه سي 5 كمان شويه، انت عملت ليجن هنا تحت الليفل البرامدل اتضرب، يبقى انا في الناحيه اليمين في ابسي لاترال هيميبليجي، في الناحيه اليمين ابسي لاترال ديب سنسور افكشن، حاسس ان انا ماشي على القطن مش حاسس بالارض تحت مني مثلا، وكمان على فكره الناحيه اليمين كان فيها الفاين تاتش. ما هو الفاين تاتش، ما هو بصوا، ما هو ما حدش هيدخل يذاكر درس هيميبليجيا من غير ما يكون احنا بصوا الحصص اللي جايه كلها حصص الحصاد، احنا عمالين نقول معلومات، المعلومات دي احنا بنبني عليها بقى، احنا بناخدها نعملها في سندروم. هو دي طريقتي في الطب كله، يعني في الكارديولوجي عملت كده والله، في التشيست عملت، في اي حاجه بناخدها لازم تاخد الايه الانترودكشن البيزكس البيزكس البيزكس، ترتبها مع بعض تعمل بقى السندروم وتعمل الحاله وتعمل المرض بتاعك. المهم انا عملت هيمي سيكشن هنا، يبقى تحت الليفل البرامدل اتضرب، يبقى انا معايا ابسي لاترال هيميبليجي، ضربت الاسود الديب سنسيشن ابسي لاترال ديب سنسوري افكشن، الديب سنسيشن شايل مع الفاين تاتش، ما هو البوستيريور كولم ده شايل الديب سنسيشن والفاين تاتش، يبقى ابسي لاترال فاين تاتش افكشن، بص دي بص دي بص دي كونترا لاترال سوبرفيشال سنسوري افكشن ومع السمبل تاتش، يعني بين وتمبريتشر وسمبل تاتش. ما تاخد لي التاتش لوحده، اخبار التاتش ايه مع واحد عنده براون سيكوارد سندروم عنده سباينال هيبليجيا؟ تقول لي سهله، ابسي لاترال ابسي لاترال فاين تاتش افكشن وكونترا لاترال سمبل تاتش افكشن. اظن الكلام واضح، هقول تاني، عملنا هيمي سيكشن في السباينال كورد، ايه اللي حصل تحت الليفل؟ حصل ايه؟ ها ابسي لاترال هيميبليجيا سهله، ابسي لاترال ديب سنسور افكشن سهله، كونترا لاترال سوبرفيشال سنسور افكشن سهله.
لكن الفاين تاتش فقد في نفس الناحيه والسيمبل تاتش في الناحيه الثانيه. واحد يا اولاد هيجي لكم عيان هيجي لك يقول لك انا اتقلبت بيا العربيه، اتخبطت في رقبتي، لما اتخبطت في رقبتي خرجت من العربيه عندي الناحيه اليمين مش قادر احركها بس حاسس بيها، الناحيه الشمال بحركها بس مش حاسس فيها. مفيش حاجه في الطب تخلي حد يحصل له هيموبليجيا في ناحيه والسوبرفيشال سنسور افكشن في الناحيه الثانيه الا حاله واحده بس اسمها براون سيكور سندروم. تعال نكمل المرض يا اولاد. برضه احنا بنبني على اللي عندنا. احنا خدنا قبل كده حاجه اسمها ترانزفيرس سيكشن كده في السباينال كورد، كان منظر عامل كده مش كده؟ وقلنا ايه؟ قلنا ان اي احساس بيدخل كده واي موتور بيطلع كده وده بتاع الاوتونوميك. انا عملت هيمي سيكشن دمرت الحته دي، فانا دمرت الدورسال روت ودورت دمرت الانتيريور روت. الدورسال شايله الاحساس والموتور موصله الموتور ده اللي هي الانتيريور بتاعت الموتور. دكتور عايز تقول ايه؟ انا يا ولاد عملت هيمي سيكشن هنا عند فقره معينه، الحته اللي ضغطت عندها دي ضربت موتور وضربت سنسوري. لما ضربت الموتور حصل ابسيلاترال لور موتور نيرون ليجن في المكان ده في الحته دي. يعني مثلا انا لو ضاغط عند ليفل اوف سي 4 مثلا، يعني سي 4 دي بتغذي الجزء ده من الكتف، العضله هنا العضله بدات تخس، يحصل فيها ويستنج وهايبوتوني وهايبرفليكسيا، يعني مواصفات اللور موتور. مش انا ضربت الموتور روت والموتور دي الروت دي تعتبر ابر موتور ولا لور موتور؟ تعتبر لور موتور. وفي نفس الوقت ابسيلاترال لوس اوف all types of sensations في الحته دي. تقول لي ازاي يعني يا دكاتره سهله؟ مش انا دلوقتي جيت هنا وضغطت على هذا الدورسال روت دمرته؟ طب ما ده اللي بينقل كل الاحاسيس، خلاص الاحاسيس مش جايه، يبقى انا معايا ابسيلاترال لوس اوف all types of sensation. يبقى at level ابسيلاترال lower motor neuron lesion localized في الحته دي بس، وابسيلاترال لوس اوف اول تايبس اوف سنسيشنز، يبقى دوت بيحصل ات ليفل. تحت الليفل ابسيلاترال هيموبليجيا، ابسيلاترال ديب سنسور افكشن، ابسيلاترال فاين تاتش افكشن، كونترالاترال ها سوبرفيشال اللي هو البين والتمبريتشر والسمبل تاتش، وات ليفل ابسيلاترال ها لوس اوف كل حاجه بقى سواء موتور او سنسوري. فاضل حاجه، ايه اللي يعمل سباينال هيموبليجيا؟ ايه اللي يعمل براون سيكور سندروم؟ حاجه من الاربعه. ستاب ووند سكينه. أو واحد حصل له ديسك برولابس هنا وضغط. أو واحد عنده ام اس، ساعات يعمل ام اس يعمل انفلاميشن كده زي هيمي سيكشن، أو ساعات يطلع تيومر يضغط على هذا المكان. يبقى الأسباب اللي هنا إيه؟ قد تكون ستاب ووند، ديسك برولابس، مالتيبل سكلروز دي اس أو ام اس، وقد يكون تيومر وعامل لي كومبريشن، وده سندروم على بعضه في كتاب النظري معاك اسمه براون سيكور سندروم، وبينزل في صورة حالة كلينيكال اسمها سباينال هيموبليجيا براون سيكور سندروم. عندي سؤال يا دكاترة. What about؟ هما الحقيقة سؤالي هما ثلاث أسئلة بصراحة، ثلاث أسئلة. السؤال الأول What about cranial nervous affection in spinal hemiplegia؟ الإجابة There is no cranial. أنا مالي ده عاطف بيقول لي والله عمل لي حركة بوشه غريبة جدا، بيعترض بشدة، يقول لي أنت بتتكلم على مستوى السباينال كورد، مالنا ومال الكرانيال نيرفس؟ يبقى في سباينال هيمبليجيا نو كرانيال نيرفس افكشن، مع السباينال هيمبليجيا نو. أنا أصلا أنا على مستوى يا أولاد كلمة سباينال أنا مالي أصلا؟ ها الكرانيال نيرفس فوق. طيب السؤال الثاني، شوف عاطف بقى، ها السؤال الثاني العيان ده أخبار الأبدومينال ريفلكس بتاعه إيه؟ برافو شاطر يا عاطف. قال لي absent in both sides. والله انا ما قلتلوش وربنا ما قلت له، هو اللي عرفها لوحده. absent on both sides ليه؟ مش في ناحيه فيها هيموبليجيا وفي ناحيه ثانيه مش حاسس بيها؟ يعني في ناحيه فيها موتور وناحيه فيها سنسور، مش سوبرفيشال انا بعمل سكراتش كده؟ مش انا بعمل سكراتش يا اولاد؟ هذا السكراتش لما اجي اعمل في الناحيه اللي بارالايز مش هيديني ريسبونس، والناحيه اللي مش حاسس فيها مش هيديني اي ريسبونس. فهمتوني ولا لا؟ السؤال الثالث وات اباوت سفنكتريك افكشن مع السباينال هيموبليجيا؟ بطل عبط. سفنكترز ايه يا دكتور؟ يا دكتور انا ضارب البرامدل في ناحيه واحده، واحنا يا اولاد ما احنا بنبني على اللي احنا خدناه. قلنا عشان يحصل ابر موتور نيرون ليجن في الـ في الـ في الـ في البلادر في, الـ في, في عشان البلادر يحصل لها افكشن لازم الابر موتور يكون على الناحيتين. اي حاله هيموبليجيا ما عندهاش مشاكل في البلادر، ولو جات لك حاله هيموبليجيا عندها مشاكل في البلادر لا يبقى في حاجه ثانيه في الناحيه الثانيه انت مش واخد بالك منها. هو مش هيحصل حاجه لان المرض بتاعنا بيبقى ايه يا اولاد؟ ها بيبقى يونيلاترال وليس بايلاترال، وده السندروم الاول ودي الحاله الاولى اللي عايزكم تبقوا عارفينها.
نيجي لحاجه ثانيه، عايز مخ نضيف. لو انا طلعت فوق هنا شويه على مستوى البرينستم، وانا مثلا هنقي الجزء ده الحته دي كده واعمل فيها ليجن هنا، شايفين الاحمر ده هو مكان الليجن، الحته الحمراء دي مكان الليجن، ضربت كام حاجه؟ 1 2 3 4، ضربت الاحمر البيراميدال، الاسود الديب سنسيشن، الازرق السوبرفيشال، وضربت كمان نيوكليس اوف ذا كرينيال نيرف. انا ليجن بتاعي على مستوى البرين ستيم فهيعمل هيمبليجيا، بس علشان هي على مستوى البرين ستيم اكيد يعني هنسميها برين ستيم هيمبليجيا، وليها اسم تاني بس هنفهمه كمان شويه. بصوا يا ولاد، كوني ضربت الثلاث حاجات الكبار دول، يلا انا هعمل هيمبليجيا. الاحمر، الاحمر اتضرب هيعمل هيمبليجيا، اكيد هتبقى الناحيه الثانيه، يبقى اسمها ايه؟ كونترا لاترال هيمبليجيا. بس ضربت الاسود، ها يبقى كونترا لاترال ديب سنسوري افكشن. ضربت الازرق، اوبا، برضو كونترا لاترال سوبرفيشال سنسوري افكشن. لاحظ حاجه، انا ضربت البرين ستيم هنا، حصل هيمبليجيا هنا، حصل ديب سنسوري افكشن هنا، حصل سوبرفيشال سنسوري افكشن هنا. ما خلاص، ما كله يعني كله عدى، فبالتالي هيحصل كله كونترا لاترال. في نفس الوقت ده انا ضربت النيوكليس دي اللي في الناحيه الشمال بتاعت النيرف اللي في الناحيه الشمال ده. كوني ضربت النيوكليس يا اولاد الشمال، يبقى النيرف الشمال هو اللي هيتضرب. طب كوني ضربت النيوكليس، عملت ليجن في النيوكليس، ده يتصنف ابر موتور ولا لور موتور؟ لا اكيد لور موتور، يبقى بلس ابسي لاترال كرينيال نيرف افكشن اوف لور موتور نيرون ليجن نيتشر. هيحصل افكشن للكرينيال نيرف افكشن، هيبقى يعني لما يحصل افكشن هنا هتلاقي الكرينيال نيرف لور موتور. يعني ايه يا ولاد؟ انا عملت ليجن في البرين ستيم في الناحيه الشمال، هتلاقي هيمبليجيا وديب سنسيشن وسوبرفيشال في الناحيه اليمين، وعندي كرينيال نيرف في الناحيه الشمال. انا اعمل لكم ليجن، على فكره انا متعمد، يعني انا مش سهل، اعمل لكم ليجن عند رقم 7، والله اعملها عند رقم 7، وانا متعمد اصلا اعملها عند رقم 7. عارفين ليه اعملها عند رقم 7؟ عشان 7 ده مهم. انا كوني عملت 7 لور موتور نيرون ليجن، عايز ارسم المريض ده هنا اهو، ادي شخص اهو اهو، حلو كده. انا عملت ليجن هنا، هيحصل عندي هيمبليجيا فين؟ في الناحيه الثانيه اهي، اهو خدت الدراع والرجل الناحيه الثانيه، بس خدت نص الوش، العين والبق. مش ده لور موتور بياخد نص الوش؟ على فكره اللي مش فاهم الكلام ده، اي حد معدي عنده في الشقه قدامه يديله على قفاه بجد والله، اصل انا مش عارف، مش طايقك. مش يا واد قلنا لما يحصل لور موتور في الفيشل ياخد نص الوش، ولما يحصل ابر موتور ياخد ربع الوش؟ انا ضارب لور موتور فيحصل معانا ايه؟ نص الوش، يبقى نص الوش هنا وعندي هيمبليجيا في الناحيه الثانيه. وعلى فكره لما يحصل فيشيال في ناحيه وهيمبليجيا في الناحيه الثانيه، بما ان الكرينيال نيرف حصل هنا والهيمبليجيا حصلت هنا، يطلقوا عليها كلمه اسمها كروزد هيمبليجيا. وهنشوف عيان كده، هنشوف عيان كده هتلاقي عنده كرينيال نيرف فيشيال في ناحيه وعنده هيمبليجيا في الناحيه الثانيه، وينزل في الامتحان يبقى الحاله اسمها ايه يا اولاد؟ كروزد هيمبليجيا. على فكره هو مش لازم عند رقم 7، هو ممكن يحصل في اي حته، وتعالى كده نفهمها ببساطه وبلذاذه وانا همشي بالراحه في الحته دي. دكاتره، مش احنا اتفقنا في بدايه النيورولوجي اللعبه كلها وات ذا ليجن وير ذا ليجن؟ وقلت لك وات ذا ليجن عن طريق هيستوري اونست كورس ديوريشن؟ وير ذا ليجن عن طريق انك تعمل اناليس؟ ده سيمتومز. لما اجي اعمل اكزامينيشن او لما اجي اخد هيستوري واعمل اكزامينيشن، انا عايز اجاوب على وات ذا ليجن وير ذا ليجن. طب ايه رايك ان انا ممكن اطلع وير ذا ليجن في حالات النيورولوجي واطلع المشكله فين؟ لو لقيت الهيمبليجيا هنا والكرينيال نيرف في الناحيه الثانيه يبقى اسمها كروز، يبقى الليفل بتاعي في البرين ستيم شيء عظيم. بس اقول لك حاجه اعظم، فين في البرين ستيم؟ يعني في الميد برين ولا في البونز ولا في المظله اوبلونجاتا؟ according to which cranial nerve is affected. simply لو حصل افكشن لثلاثة او أربعة ميد برين، 5 أو 6 أو 7 انا في البونز، 9 أو 10 أو 11 أو 12 في المظله اوبلونجاتا، خلصت. يبقى الفكره كلها ان انا في النيورولوجي مش بقول بس انها ايه؟ انها برين ستيم وخلاص، لا، ده انا برين ستيم وليجن في البونز. امال لو يوتر ايدك تبصها يبصها ازاي يعني؟ امال انت هتطلع الليفل ازاي يا دكتور؟ ده جمال النيورولوجي. على فكره ما عملتش فحوصات ولا سيتي ولا ام ار اي ولا اي حاجه، انا طلعته بالهيستوري اكزامينشن.
المهم اعرف ازاي ان هو في الميد برين؟ بص في تو سندرومز في الميد برين. اول واحد في ليجن في المكان ده، المكان ده واضح جدا واللي مش هيعرفه يبقى حرام عليه، واسم السندروم ويبر، اسمه ويبر. افتح كتابك وخليك معايا، اسمه ويبر. قال ايه ويبر ده بقى؟ قال ايه؟ قال احنا ضربنا هنا اربع حاجات، التلاتة تراكت، رد عليا، ها هيميبليجي كونترا لاترال، ديب سنسيشن كونترا لاترال، سوبرفيشال سنسيشن كونترا لاترال، كرينيال نيرف رقم 3 ابسي لاترال. شكل العين عامل ازاي؟ انا ضربت هنا عنده هيميبليجيا في الناحيه دي وفاقد الديب والسوبرفيشال وعنده توزس في العين دي، كومبليت توزس ما اوكيلو موتور، اسمه ويبر سيندروم. اسمها ايه؟ ويبر. حد شاطر جدا منكم اقسم بالله قاعد قدامي دلوقتي تقول لي على فكره ومعاه 7 و12 على الناحيه الثانيه، اه معاه 7 ومعاه 12، مش انا ضارب هنا؟ واحنا عارفين ان اللور فيشال والهايبوجلوسال باون والاوفزا سايد، بس هنقولها كمان شويه، بس معاه اوتوماتيك، طالما انا فوق يبقى انا واخد كمان 7 و12. في واحد ثاني اسمه بندكت، هنجيب بندكت ده من الاول. بندكت زي ويبر بس زياده عليه حاجه اسمها ريد نيوكليس. الريد نيوكليس دي موجوده هنا، في واحده هنا شمال وفي واحده هنا يمين. يعني لو ليجن كان سيفير شويه اكستنسيف شويه وخد معاه ريد نيوكليس يبقى اسمها بندكت، ما نقولش عليها ويبر. اصلا ايه هي الريد نيوكليس وايه وظيفتها؟ بص يا دكاتره، هنا كده في سيريبيلم واكيد هنا في سيريبيلم، انا عندي اثنين يعني سيريبيلم. السيريبيلم في حاجه اسمها دنتيت نيوكليس. دنتيت نيوكليس اللي في الناحيه اليمين بتتصل بالريد نيوكليس اللي في الناحيه الشمال، اللي هي من دورها بتوصل لغايه الثلمس والثلمس يطلع لغايه الكورتكس، تعمل حاجه اسمها دنتاتو روبرو ثلامو كورتيكال تراكت. دنتاتو روبرو ثلامو كورتيكال تراكت هنا على ابوه ده بيعمل ايه بقى؟ ايه الاسم ده كله؟ كله يركز معايا، انا علام، انا ماشي كده، دي الناحيه اليمين ودي الناحيه الشمال، وانا ماشي في الناحيه اليمين لقيت في حد قاعد هنا في الناحيه اليمين قدام رجلي انا هخبط فيه، فالسيربيلم عيني اتجاه عيني اللي هو شافه كده بعت اشاره للسيربيلم اليمين للدنتيت نيوكلاس، يا علام انت هتخبط على حد قاعد في الناحيه اليمين. راحت الدنتيت نيوكلاس بعت اشاره للريد نيوكلاس اللي في الناحيه الشمال، طلعت للثلمس الناحيه الشمال لاريا 4 في الكورتكس اللي في الناحيه الشمال، قالت يا علام حرك نص جسمك اليمين ابعد عن الحاجه اللي انت هتخبطها. انا ماشي هخبط في الناحيه اليمين، هخبط هتخبط في حاجه، حاجه هتعورني، ممكن اخبط حد انا، فمين؟ عيني شافت بعتت اشاره للسيربيلم اللي في الناحيه اللي في ناحيتها في نفس الاتجاه، السيربيلم اليمين بتاع الاتجاه اليمين والسيربيلم الشمال بتاع الاتجاه الشمال، السيربيلم بتاع الاتجاهات. فالسيربيلم عرف يعمل ايه؟ السيربيلم ما يعرفش يحرك، مين اللي بيحرك الموتور؟ يروح بعت اشاره للريد نيوكليس يقول لها يا ريد نيوكليس يلا شغلي الثلمس، شغلي الثلمس، شغل الكورتكس، يروح الكورتكس مدي اشاره ان انا اتحرك ابعد عن الحاجه اللي فيها مشكله اهو على الرسمه. السيربيلم اليمين اشتغل دنتيت نيوكليس، بعتت للريد نيوكليس الشمال، بعتت للثلمس، راحت بعتها للكورتكس. لما حصل ها بدات ابعد عن الحاجه اللي فيها مشكله، يلا بنفس الباسوي او نفس القصه يعني، انا دلوقتي ماشي بس المره دي هخبط في حد على الناحيه الشمال، الناحيه الشمال، الناحيه الشمال. عيني شافت بعد اشاره السيربيلم الشمال، راح بعت للريد نيوكليس اليمين، للثلمس اليمين، للكورتكس اليمين عشان يحرك نص جسم الشمال. عايز اوصل ليه؟ عايز اوصل ان انا لو حصل عندي ليجن في الريد نيوكليس الشمال هيحصل السيربيلم اليمين متعطل مش عارف يشتغل. لما يحصل خلل في السيربيلم اسمه اتاكسي. ها بس يبقى اسمها هيمي اتاكسي. اول حاجه لو ضربت الريد نيوكليس الشمال هيحصل اتاكسيا في اليمين، اسمع وريح نفسك، كونترا لاترال هيمي اتاكسي. يعني اللي عنده بندكت ده هو ويبر ومعاه كونترا لاترال هيمي اتاكسي. لا يا دكتور قول بندكت على بعض، اقول لك بندكت على بعضه يا عم. بندكت حصل ليجن هنا خد 3 والريد نيوكليس وخد البيراميدال وخد الديب سنسوري تراكت ها وخد كمان اللي هو الميديا لامينسكس وخد اللاترال لامينسكس بتاع البين والتمبريتشر والسيمبل تاتش. لما ضربوا كلهم حصل كونترا لاترال هيميبليجي، كونترا لاترال ديب سنسوري افكشن، كونترا لاترال سوبرفيشال سنسوري افكشن، كونترا لاترال هيمي اتاكسيا ابسي لاترال ها اوكيولو موتور. يبقى ده سندروم على بعضه اسمه بندكت، يعني هو الزياده بس كلمه كونترا لاترال هيميبليجي. عايز بس هيمي اتاكسيا، عايز بس اقول لكم حاجه، ان طالما الناحيه اليمين دي يا اولاد فيها هيميبليجيا ومش عارفه تتحرك so difficult صعب ان انا اعمل ديتكشن فيها للاتاكسيا، الا طبعا لو كان جاست باريسس خفيف قوي ممكن اعمل، مش احنا ما ينفعش اعمل الكوردينيشن الا بعد الباور. يعني مثلا لو واحد عنده بندكت وعنده شلل تام
لا انا اسف يعني انا ممكن ما اعرفش اعمل ديتكشن للسيربيلا ليجن، ما هو اصلا مش عارف يحرك الناحيه اليمين. لكن خلاص اديك عرفت ويبر وعرفت ايه الفرق بين ويبر وبندكت، كلمه واحده ريد نيوكليس. يعني ايه؟ يعني كونترا لاترال هيمي اتاكسيا. طب انا لسه في البرين ستيم، ايه رايكم يا اولاد لو الليجن كان في المنطقه دي، منطقه البونز؟ والله منطقه البونز دي فيها حوارين كده، فيها حاجتين، والكلام فيه خلاف كبير قوي 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 يعني بجد يا اولاد. انا هقول لكم الاراء اللي قريت كلها، انا عن نفسي يعني انا عن نفسي مش مستريح لحاجه، انا مش مستريح لحاجه. بس هو بيقول لك ايه، احنا عندنا تكست بوك واحنا ماشيين عليه. يعني هو في خطا في كتاب الدكتور حسن علوان بصراحه، وخطا قديم للاسف الناس خدت الخطا ده وبنت عليه واصبحت حقيقه علميه ممكن دكتور يقولها لانه هو مذاكر. احنا اصلا احنا طلبه كنا حافظين الكتاب ده، حتى في البوست جرادد كنا حافظينه. فاهمني ولا لا؟ مع ان في بعض الاخطاء، هو كتاب عظيم وده حد رائع الله يرحمه يعني، لكن ما اقصدش كده. انا اقصد ايه؟ ان في خلاص في حاجات اتغيرت. اللي هقوله ركز معايا. اول حاجه هقول راي كتاب القصه العينيه تكست بوك، في درس اسمه هيموبليجيا كاتبه استاذ دكتور عظيم اسمه عمرو المليجي، هو اللي كاتبها وده رئيس وحده وحد رائع. قال ايه؟ قال ان في تو سندرومز هنا موجودين في البونز. السندروم الاول اسمه ميلارد جوبلر والتاني اسمه فوبيلي. ميلارد جوبلر والتاني اسمه فوبيلي. فهو ريحنا، قال ميلارد جوبلر اتضرب عندنا عند 6 وفوبيلي اتضرب عندنا عند 7. يعني يقول لك ايه؟ لو انت لقيت الابديوسنت مضروب هنا شمال وهيمبليجيا يمين، خلصت يا معلم، دي ميلارد جوبلر. لو لقيت 7 مضروب شمال وهيمبليجيا يمين، يبقى دوت خلاص يا باشا خلصت الليله، ده اسمه فوبيلي. خلصنا الليله على كده، وده اريح حاجه في الكون، ده اسهل واحد، وده راي مين؟ كتاب تكست بوك قصر عيني. خلصت. الراي التاني يعني بصراحه لو انت طالب قصر عيني، هما بيقولوا ايه يعني؟ ها انت ارمي له الكوره في ملعبه، وحد يقول لك جايبها منين؟ والله في كتاب الاسم بتاعكم. فاهمني ولا لا؟ ده رأي الاولاني. الراي الثاني هو راي كتاب الدكتور حسن علوان، وزي طبعا دكتور الهواري، كلهم هم هو كله ناقل من كتاب الدكتور حسن علوان. قالوا ايه؟ قالوا ميلارد جوبلر. ميلارد وجوبلر، ها ميلارد كم حرف؟ 7 وجوبلر 6. قال لك ميلارد جوبلر اتضرب معايا 6 و7، 6 و7 ميلر، مش هو ميلارد وجوبلر، يبقى اتضرب حاجتين 6 و7، يبقى معايا ابسي لاترال 6 و7 هنا، ومعايا هيموليجيا في الناحيه الثانيه. امال فوبيلي؟ قال لك لا فوبيلي لا، الوضع غير كده خالص، اتضربت حاجه اسمها ميديا لونجيتودنال باندل، خدناها المره اللي قبل اللي فاتت، ميديا لونجيتودنال باندل ايوه بتاعت الكونجوجيت اي موفمنت، فيحصل عندي خلل في الكونجوجيت اي موفمنت. حتى يقول لك فوبيلي من الفوبيا، يعني في مشكله في العين، يبقى ميديا لونجيتودنال باندل. ها وده الراي يا اولاد. ها الثاني، الرأي الثالث، وده موجود في كتاب عطا، وده بصراحة ده الرأي الصح، وده اللي موجود في التكست بوك. قال لك إيه؟ قال لك إن ميلارد جوبلر خلاص 6 و7. فوبيلي يعني عندي مشكلة في السيربيلم، يعني حصل ليجن خد جزء من السيربيلم، فبيحصل معاه شوية هيمي أتاكسي، يعني كأن في جزء من السيربيلم هو اللي اتضرب. تقول لي هو أنت مش متضايق ليه؟ إحنا نعمل إيه؟ يا دكتور إعمل اللي يريحك، هي آراء. وعلى فكره الموضوع ابسط من كده، انا زي العيمة بيجي لي بوصف، هو لو جاله هيمبليجيا هنا ومعاها 6 اقول هيمبليجيا معاها 6، معاها 7 معاها 7. فاهمني ولا لا؟ لكن مثلا يعني ما هقول لكم حاجه، البنات المساكين اللي هم في الزهراء الدوليه، لا احفظوا حسن علوان، ها احفظوا بصراحه، يعني دي مشكله، ها هتحفظوا هتكتبها كده 6 و7، هم بيسالوها كده، بتيجي كده بتيجي كده، ها لما يجي هتقولها كده. انا لو بصحح هذا السؤال اي حد هيكتب اي حاجه تعتبر صح، كله صح. لكن الامانه العلميه الحديث اللي متجدد هو اللي في كتاب عطا. طبعا هنصور لكم، ممكن اصور لكم الصفحات ونزلها يعني مع اي حد بيذاكر، وبس بكومنت عايز الصفحه دي عطف ان شاء الله انزلها له على طول. طيب فاضل حاجتين سهلتين، ده مستوى المظله الاوبلونج، ده مستوى المظله الاوبلونج، في عندي 9 و10 و11 و12. لو حصل ليجن في 9 و10 ها يبقى اسمها افيلس، 11 و12 يبقى اسمها جاكسون. تقول يا دكتور احنا تهنا منك، ما تهش يا ابني، 9 و10 ابسي لاترال هيميبليجيا كونترا لاترال ديب سنسيشن كونترا لاترال سوبرفيشال كونترا لاترال، سميها افيلس. ها 11 و12، 11 و12 في خطا بشع في كتاب الدكتور علوان والدكتور هواري، هنصلحه.
9 و10 و11 و12 انا متاكد هو خطا مطبعي خطا في الكتابه في الرسمه معموله صح 9 و10 و11 و12 اصل مكتوب ايه 9 و10 وبعدين 10 و12 كان 11 لا 11 بيتضرب يعني هنسيب 11 في النص يا اولاد هما في تو سيندرومز هنا ها كده 9 و10 كده 11 و12 هيبقى انا عندي حاجه اسمها ها افيلس وحاجه اسمها جاكسونز ويبر بندكت ميلر دو جوبلر وفوفيلس قول اللي يعجبك افيلس وجاكسونز دول كلهم تحت عنوان اسمه ايه اسمه كروز هيمبليجيا ويمكن دي الحته اللي فيها كلام واللي كانت عويصه شويتين دكاتره لو سالتكم ايه الفرق بين السباينال هيمبليجيا والبرينستين هيمبليجيا هتقولي السباينال هيمبليجيا معاه ابسيلاترال هيمبليجيا وديب سنسوري افكشن ومعاها الفاين تاتش والسوبرفيشال بين وتمبريتشر وسمبل تاتش في الناحيه الثانيه وما عنديش كرينيال نيرفز اما يا دكتور الكروز هيمبليجيا ففي كونترالاترال هيمبليجيا والديب سنسيشن والسوبرفيشال في ناحيه اما الكرينيال نيرف لور موتور في الناحيه الثانيه كده خلصنا من اول مجموعتين من الامراض اللي هم كانوا سباينال وكانوا برين ستيم المجموعه الثالثه بقى اسمها سيريبرال سيريبرال لما اقول كلمه سيريبرال دي ليها ثلاث مستويات يا اما سيريبرال على مستوى الكورتكس كورتيكال يا اما سيريبرال على مستوى الانترنال كبسول يبقى اسمها كابسولر يا اما على مستوى الكورونا رادياتا يبقى اسمها سب كورتيكال يبقى في ثلاث احتمالات ها يا اما كورتيكال يا اما هنا سب كورتيكال يا اما هنا حاجه اسمها كابسولر تعال نبدا بكلمه كابسولر انا عملت ليجن في هذا المكان في الانترنال كبسول الشمال which is common على فكره يا اولاد ليجن في الانترنال كبسول ده حاجه مشهوره جدا لانه طبعا في بلاد سبلاي فوارد جدا البلاد سبلاي بتاعه يبدا ايه يبدا يتقفل ولا حاجه فانا لو عملت ليجن هنا في هذا الانترنال كبسول اعمل حاجه اسمها كابسولار هيمبليجيا هذه الكابسولار هيمبليجيا ايه المواصفات بتاعتها هيحصل معايا لو انا ضربت هنا البيراميدال ضربت هنا البيراميدال يحصل معايا هيمبليجيا في الناحيه الثانيه يبقى اسمها كونترالاترال هيمبليجيا انا ضربت هنا يا اولاد الديب سنسيشن كونترالاترال ديب سنسوري افكشن ها ضربت الازرق ده اللي هو سوبرفيشال كونترالاترال سوبرفيشال سنسوري افكشن فانا هقول هنا بس هنجمع دول نخلص منهم انا معايا كلمه اسمها كونترالاترال كونترالاترال كل حاجه هيمبليجيا ديب سنسوري افكشن ها سوبرفيشال سنسوري افكشن بس في حاجه بقى بس في حاجه انا الكرينيال نيرفس نيوكلاي دول اولاد بايلاترالي سبلايد باي بيراميدال فمش هيحصل لهم مشكله مشكلتي هتظهر في اللور فيشال نيوكلس والهايبوجلوسال عشان دول ياخدوا من الاوبز سايد فيحصل معايا كونترالاترال كرينيال نيرفس افكشن اللي هم مين 7 و12 7 و12 دول هل انا ضربت 7 و12 كان نيوكلي او نيرفات شخصيا لا انا ضربت الابر موتور اللي بيغذيهم يبقى 7 و12 اوف ابر موتور نيرون ليجن نيتشر شكل العين بقى عامل ازاي يا اولاد انا ضربت هنا الانترنال كبسول اصبح عندي هيمبليجيا هنا ديب سنسور افكشن هنا سوبرفيشال سنسور افكشن هنا معايا 7 هنا ومعايا 12 هنا 7 اتضرب ابر موتور يعني ربع الوش يعني لو حبيت ارسم لكم بس الشخص ده ها ادي واحد اهو انا ضربت هنا هيحصل خلاص هيمبليجيا هنا دراع ورجل خد كمان ربع الوش بس العين سليمه ولسانه طالع كده اهو بيشاور على الناحيه العيانه مش معنى 7 و12 عشان دول يونيلاترال سبلاي يعني 3 ما اتضربش ليه 5 ما اتضربش ليه ها البالبر ما ضربوش ليه ما دول بايلاترال سبلاي باي برامدال مشكلتي في مين في لور فيشال وهايبوجلوسال حيث انهم سبلاي فروم ذا اوبز سايد اونلي وعلى فكره ده الكلاسيك بصوا اكتر هيمبليجيا بتجيلك على الاطلاق هي دي هي دي اكتر حاجه هي كابسولر انا ضربت هنا حصل هيمبليجيا هنا سوبرفيشال هنا ديب سنسور افكشن هنا كل حاجه هنا ومعاهم 7 و12 يا اولاد ايه الفرق بين كلمه كابسولر وكروز دي كده كابسولر 7 و12 بس لو عملت ليجن في الانترنال كبسول الشمال هيحصل هيمبليجيا في اليمين هيميانستيزيا في اليمين ديب سنسور افكشن في اليمين كله في الناحيه اليمين وحتى 7 و12 في اليمين 7 ده يا اولاد ربع الوش وهايبوجلوسال لسانه بيبص على الناحيه العيانه ها على الاوبز سايد اوف ليجن على السيم سايد اوف باراليسيس كله في نفس الناحيه السؤال ايه الفرق بين الكابسولر والكروز هما الاثنين مشتركين في حاجه كونترالاترال هيمبليجيا وديب سنسيشن وسوبرفيشال الفرق في الكرينيال نيرفز لو كانت الحاله كابسولر هم 7 و12 بس وابر موتور ابر موتور يعني ايه ابر موتور يا اولاد يعني ايه يعني هيبقى ربع الوش فاهميني ولا لا ده مهم جدا
لو كانت المشكله كروز هيميبليجيا هتبقى الكرينيال نيرف في ناحيه والهيميبليجيا في الناحيه الثانيه، ده في حته وده في حته، والكير نيرف افكشن بيبقى لور موتور نيرون ليجن نيتشر، ودي اهم حته. على فكره يا اولاد الكابسولار هيميبليجيا دي الكلاسيكال فورم. انا عايز اقول لكم حاجه، انا عندي عيان واحد سباينال هيميبليجيا وعندي عيان واحد كروز هيميبليجيا وعندي عيانين كتير كابسولار هيميبليجيا، يعني الاساس بتاعنا هو الكابسولار هيميبليجيا هي اكتر حاجه. بص الحته دي، لو انا طلعت فوق هنا على مستوى الكورونا رادياتا او على مستوى السيريبرال كورتكس، نفس اللي هنا هو اللي هنا، يبقى يحصل كونترا لاترال هيميبليجيا ديب سنسيشن سوبرفيشال، كل حاجه كله 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 كونترا لاترال نفس الحاجه، بس الفرق يا اولاد بين كابسولر وسب كورتيكال وكورتيكال هي مساله اكستنشن. يعني ايه مساله اكستنشن؟ سيمبلي، وفهموا الحته دي عشان صعب عليكم شويه. بص يا اولاد، نص الجسم بيترسم في الحته دي، نص الجسم بيترسم في الحته دي، ونص الجسم بيترسم في الحته دي، يعني نص الجسم مرسوم هنا، نص الجسم مرسوم هنا، ونص الجسم مرسوم هنا. طب لما احب انا، لما احب انا اعمل ليجن هنا، دي حته صغيره، فلما اعمل ليجن هنا هيعمل هيميبليجيا، هتاخد الدراع والرجل تماما تماما تماما، فيقولوا عليها كومبليت هيميبليجيا. لكن يا اولاد لما اجي اعمل ليجن هنا مساحه، لا يعني هتبقى هيميبليجيا الا حته، لما اطلع اعمل ليجن فوق، لا 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 ده المساحه كبيره، سو ديفيكلت انها تتضرب كلها، فهتبقى مونوبليجيا. يعني هنا يبقى في عندنا مونوبليجيا، هنا مونوبليجيا وحته، هنا كومبليت هيميبليجيا. تتميز الكابسولار هيميبليجيا انها كومبليت، تاخد الدراع والرجل تماما. يعني لو جالك واحد واخد دراعه ورجله تماما كده ومعاه 7 و12 اللي هو ابر موتور في نفس الناحيه، خلاص الحاجه دي كومبليت هيميبليجيا، دي كابسولر. لو كانت سايبه حته صغيره بنقول عليها سب كورتيكال في الكورونا رادياتا، لو كانت ربع بس يبقى اسمها كورتيكال. اقول لكم حاجه، لو انا دلوقتي معايا باقه من الورود 10 وردات كده جنب بعض جنب بعض، وانا ماسكهم بقبضه يدي كده، انا ماسكهم من تحت كده، لكن من فوق يا اولاد الفلاور عامله كده كده. انا لو جيت عملت ليجن تحت مثلا 5 سم شلت الورد كله، لو انا عملت ليجن فوق 5 سم شلت ورده واحده ولا اثنين، باقه الورود اهي، وانا عملت ليجن هنا 5 سم شلت الورد كله، لكن لما اعملها فوق في الفلاور ده لا ورده ولا اثنين، نفس الفكره. انا لو عملت ليجن هنا عملت كومبليت هيميبليجيا هنا او فما تحتها يعني، لكن لو عملت ليجن هنا او هنا لا انا مش هقضي عليها كلها. عشان كده خدوا بالكم، هو الفرق بينهم مساله اكستنشن. انتوا عارفين ايه الفرق يا اولاد بين الكورتكس والسب كورتكس؟ الكورتكس هو النيرف سيلز، السب كورتكس هي الاكزونز. الليجن هنا زي هنا بس الفرق في الاكستنشن. لو حصل كورتيكال او سب كورتيكال افكشن بيحصل خمس حاجات بحرف السي: كوما، كونفولجن، كورتيكال سنسور لوس، كلام مفيش، كتابه مفيش، افيزيا واجرافيا اذا كنا في الدوميننت هيمسفير. كوما، كونفولجن، كورتيكال سنسور لوس، كلام مفيش، افيزيا، كتابه مفيش، اجرافيا اذا كنا في الدوميننت سيريبرال هيمسفير. يبقى دي مواصفات الكورتيكال والسب كورتيكال. طب ازاي افرق الكورتيكال من السب كورتيكال؟ لو كان ربع كورتيكال، ربع وحته يبقى سب كورتيكال. دخلت في الامتحان على حاله، بعد ما شخصت الدكتور بيقول لي حالتك ايه، هنقول كده اسطمبه، رحت قايل له انا حالتي كابسولار هيميبليجيا، راح قايل لك انت ليه قلت كله، ركز في الثلاث دقايق دول. رحت انت قايل له كابسولار هيميبليجيا، يروح قايل لك ايه بقى، ايش عرفك انها كابسولار هيميبليجيا؟ تقول له يا دكتور اصلها واخده هيميبليجيا في الناحيه اليمين، وواخده معاها السوبرفيشال والديب سنسيشن، واخده 7 و12 ابر موتور في نفس الناحيه. يقول لك شاطر يا ابني، بس برضه ما هو وارد ان الحاله دي تبقى كورتيكال او سب كورتيكال. تقول لا يا دكتور، انا حالتي واخده الدراع والرجل تماما كومبليت، وكونها كومبليت ما تنفعش غير انها تبقى كابسول. يقول لك شاطر يا ابني، برافو عليك، انت هايل. يقول لك وتقول له كمان اصل انا دكتور واخد منه هيستوري، والعين ده لا حصل له كوما ولا حصل له كونفولجن ولا كورتيكال سنسور لوس ولا افيزيا، انا واخد منه هيستوري، مفيش افيزيا ولا اجرافيا، يبقى انا اكيد حالتي كابسول. يقول لك انت رائع. طب انت تميز ازاي الكورتيكال من السب كورتيكال من الكابسول؟ تقول له الكورتيكال ربع الجسم، السب كورتيكال ربع وحته او نص لحته، لكن انا حالتي كومبليت ما تنفعش غير الكابسول. يقول لك ممتاز يا ابني، مجايز حالتك دي كروز هيميبليجيا وانت مش واخد بالك، ما هي الكروز ده برضه كومبليت. تقول له يا دكتور، يا دكتور انا الهيميبليجيا في اليمين ومعايا 7 و12 ابر موتور في اليمين،
لو كانت حالتي كروز، انت عارف يا دكتور يعني ايه كروز؟ ما انت يا دكتور عارف يعني ايه كروز، ما كنتش سالتني هذا السؤال. كروز يا دكتور يعني الهيموبليجيا في ناحيه والكلى نيرف في الناحيه الثانيه. وكروز يا دكتور الهيموبليجيا في ناحيه والكلى نيرف بيبقى لور موتور في الناحيه الثانيه. وكروز يا دكتور اي كرينيال نيرف يحصل له افكشن اكوردنج تو ليفل، لكن انا حالتي كابسولار، ده الكرينيال نيرفز اللي مضروبين معروفين هم 7 و12. يقول لك انت ولد هايل مالكش حل. ايه رايك نتغاضى عن جزئيه الكرينيال نيرفز دي وحالتك اصلا 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 هي كانت سباينال؟ بس انا بضحك عليك تقول يا دكتور سباينال، سباينال ازاي وانا معيش كرينيال نيرفز؟ يقول لك ما انا قلت لك تغاضى عن الكرينيال نيرفز يا يعني. تقول له حتى ما ينفعش يا دكتور، ده انا الهيميبليجيا والسوبرفيشال سنسيشن في نفس الناحيه، لو كانت حالتي سباينال كان زمان الهيميبليجيا في ناحيه والسوبرفيشال في ناحيه ثانيه. انصح كل حد بيسمع هيميبليجيا يعيد اخر 3 4 دقايق ويسمعهم تاني، انصح بكده بجد يا اولاد. الحته دي اهم حته اصلا عشان تفرق الحالات من بعضها. وبصراحه مش عايز اقول، انا مش برخم عليكم ولا حاجه، يا رب تكونوا فاهمينها كويس. ال 50 دقيقه دول هم اصعب 50 دقيقه في النيورولوجي كله، دي اللي بتعذب الطلبه. انت لو فهمت الحته دي بقيت شاطر جدا، ذاكرها واخلص منها. الحته دي دي اصعب ارخم حته اصلا. وبعدين في حاجه يا اولاد، انا عملت ليفلنج، ما انا حالتي ابر موتور، بس ابر موتور فين؟ عندي بقى شويه كلام سهل جدا 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 ولذيذ، تحس ان الكلام ماشي ميه بعد كده بالهداوه. يعني ايه كلمه هيميبليجيا؟ هيميبليجيا يعني باراليسيس اوف وان سايد اوف ذا بودي انفولفينج ابر ليمب اند لور ليمب due to unilateral upper motor neuron lesion from any point from cerebral cortex to the level of C5. ايه الديفينيشن اللي واخد 3 صفحات ده؟ انا عايز اقول ديفينيشن في كلمتين. unilateral pyramidal above C5. unilateral pyramidal above C5. pyramidal، ايوه انا مصمم على كلمه pyramidal. upper motor يا اولاد، اي حاله هيميبليجيا لازم تكون upper motor. اي حاله هيميبليجيا لازم تكون upper motor، مش هيميبليجيا واخده دراع ورجل. لازم يكون واحد من الاثنين بيراميدلز العظماء هما اللي اتضربوا، ما ينفعش حاجه ثانيه غير كده. انا عايزك بس تفكر معايا لحظه. عارف يا دكتور عشان اعمل هيميبليجيا لور موتور اعمل ايه؟ اجيب السباينال كورد كده واجي على 31 روتس في ناحيه اجيب سكينه واقطعها. هل في حد سمع عن مرض بيعمل كده؟ عشان كده تيجي في الامتحان سؤال تريكي طبعا، سؤال خدعه. الدكتور يقول لك ايه؟ ايه يا ابني اللور موتور نيرون ليجنس كوزس اوف هيميبليجيا؟ امتى الهيميبليجيا هتبقى لور موتور؟ تقول له بطل هبل، قول الاكزامينر كده مالكش دعوه، هيعمل فيك بس وتعالى لي بعدها. ها تقول له بطل هبل، الهيميبليجيا لازم تكون ايه؟ ابر موتور. يبقى الهيميبليجيا واحد من الاثنين برامدرس اتضرب يا اولاد. ما هو اصل بص يا دكتور عشان تقطع لي السباينال كورد كده بالطول بالمنظر ده يعني كلام انلوجيك. اباف سي 5 يعني ايه؟ فوق سيرفايكال 5 to involve brachial plexus completely. brachial plexus تاخد من C5 و6 و7 و8 و T1 اللي هو بيغذي الابر ليمب، مش انا عايز اخد الابر ليمب لازم اكون فوق C5. طب انا لو عند C5 او C6 او 7 او كده هيبقى في جزء من الابر ليمب سبيرد وجزء من الابر ليمب لور موتور، ما بقتش هيميبليجيا بقت مونوبليجيا وحته. فهمتوني ولا لا؟ فالاساس حتى هيبقى في جزء من الابر ليمب في لور موتور، مش ات ليفل بيحصل لور موتور، فتلاقي حته هنا ويستد وبعد كده كمل ابر موتور بقى. فبالتالي لازم يكون فوق C5، يبقى لازم تكون بيراميدال ولازم اباف C5. ليه اباف C5؟ تو انفولف بريكال بلكسس كومبليتلي. هذا الكلام هام وهام جدا. اتيولوجي اوف هيمبليجيا، يا رب تكونوا فاكرين الحته دي. احنا قلنا وات از ذا ليجن في النيورولوجي؟ فاسكولار، روماتيك، فلاماتوري، نيوبلاستيك، ديجنريتيف، ديسيمينيتد، كونجينيتال، هيستيريكال. طبق القاعده. واحد فاسكولار، الفاسكولار يا اما ثرومبوتيك يا اما امبوليك يا اما يبقى هيموراجيك. لو كان ثرومبوتيك اللي يعمل ثرومبوزس بيركاوز ترايات راف سيرفيس اثروسكلروزس استاجنيشن، واحد عنده هارت فيلر او نايم في السرير، ها فيسكوستي دمه تقيل، عنده بوليسايسيميا ثرومبوسايتوز مالتو مايلوما اي حاجه اللي هو الفيركاوز ترايات. طب امبولس جاي من القلب، عنده انفكتيف اندوكاردايت، عنده اتريال فايبريليشن، اتريال فايبريليشن يا اولاد، عنده مايوكارديال انفاركشن وعنده ميورال ثرومبس، جاي من الناحيه الشمال، ممكن على فكره تبقى جاي من الناحيه اليمين بارادوكسيكالي لو عندي شانت وذ ريفرسال اوف شانت. كلام سهل وانتوا فاهمينه ما تستهبلوش. في النوادر يبقى حاجات ثانيه مش ترومبو امبوليزم، يعني في النوادر اللي هو بقى فارازيتك وسيبتك ومش عارف ايه والهبل ده. فممكن يبقى السبب هيموراجيك، واللي يعمل هيموراج 6 حاجات، هات 2 اتش و2 اي و2 تي، هات هايبرتنشن هيموراجيك بلاد ديزيز، انيوريزم ورابشر وانتي كواجولانت، تروما وتيومر.
هات هات. لما يحصل هيموريج لو كان انترا سيريبرال هيموريج ذا كومنست كوز از هايبرتنشن ام سي كيو. لو كان سب اراكنويد هيموريج ذا كومنست كوز از سب اراكنويد هيموريج هو رابشر ذا انيوريزم ام سي كيو. لو كان سب ديورال هيماتوما ذا كومنست كوز از تروماتيك. اشهر حاجه تعمل انترا سيريبرال هيموريج والهايبرتنشن. اشهر حاجه تعمل سب اراكنويد هيموريج انيوريزم ورابشر. اشهر حاجه تعمل هيماتوما سب ديورال هيماتوما هو بيكون تروماتيك. خد بالك من الثلاثه دول يبقى دوت اسمه هايبر ده اسمه هيموراجيك. يبقى كده الثلاث حاجات الكبار الفاسكولار. وعلى فكره هي دي اسباب السيريبرو فاسكولار ستروك. بيقول لك عندنا ستروك هي دي السكته الدماغيه يا امبولوس يا هيموراج يا ثرومبس. طبعا ثرومبس ليها نصيب الاسد. الجزئيه الثانيه يا اولاد ممكن يكون السبب بتاعنا انفلاماتوري مننجايتس برين ابسس انكيفالايتس. ممكن يكون السبب بتاعنا تروماتيك خد خبطه براون سيكورد او خبطه في راسه زي ما يكون يعني. ممكن يكون السبب بتاعنا تيومر وضغط على اي حاجه نيوبلاستيك. على فكره الام اس يعمل اللي عايز يعمله. الام اس يعمل اي عمله اي عمله واي حاجه تدخل تيجي في بالك ممكن تحصل مع الام اس. ممكن يجي اصلا يعمل انفلاميشن في البراند اللي جاب لك صوره هيمبليجيا كامله الاركان. ام اس ويتش از كومن يعني على فكره مش حاجه قليله. حاجات الام اس من الحاجات الكتير. ممكن يكون كونجنيتال سنسبر اللي هو سي بي بي سي بي يجي في صوره هيمبليجيا. طبعا لو ما كانش اي حاجه من دول تبقى الحاله بتاعتنا هيستيريكال. لما يقول لك وات از ذا ليجن لازم تقول حاجه من دي. وعلى فكره ذا كومنست از فاسكولار. واشهر حاجه في الفاسكولار هي ثرومبوتيك. وشطارتك لو لقيت ثرومبس في راجل وسنه كبير وبيشرب سجاير وعنده ديابيتس وهايبرتنشن وزملكاوي ومراته خانقاه عنده كوكتيل اثروسكلوروزس نام وهو زعلان صاحي الصبح مش عارف يحرك ايده ورجله خدت ساعات خاصة ساعات الليل فاكرين ولا ايه؟ طيب الجزئية الثانية كلينيكال بيكشر اوف هيمبليجيا اونست كورس ديوريشن فور ايتيولوجي. لما تيجي هيمبليجيا ويز اكيوت اونست اند ريجريسيف كورس يا فاسكولار يا انفلاماتوري. لما تيجي اكيوت اونست وريميتنت كورس يعني لا يصل للنورمال يتحسن بس لا يصل للنورمال ام اس. فاكرين فرمان نمبر 1 في النيورولوجي في المحاضرة رقم 2 وانس ريميتنت يبقى الحاله بتاعتي ام اس دي اس. لو جاي جراديوال اونست وبروجريسيف كورس قد يكون نيوبلاستيك. يبقى الاونست والكورس والديوريشن مهمين جدا. لو كان المرض يا اولاد جاي اكيوت بيدخلني في حاجه اسمها شوك ستيج. شوك ستيج يكون فيها فلاسيديتي. افكركم بحاجه مش طول عمر الانتيريور هورن سيل مستنيه اشاره تجيلها من البرامدل ولا اشتغلي واعملي وانهبت ويعمل كل حاجه. مش اللي بيعمل كل حاجه يا اولاد هو الابر موتور هو البرامدل. ايه رايكم ان ابوها مات؟ جه البرامدل فجاه مش شغال تروح الانتيريور هورن سيل مش شغاله. شرحتها لكم على فكره في نيوروجينيك. بصوا ما احنا بنبني على اللي عندنا. ها فجاه نيورونال شوك الانتيريور هورن سيل انا مش عارف اشتغل انا مش شغاله. يدخل في شلل كومبليت باراليسيز معاه هايبوتونيا وهايبرفليكسيا. يفضل قاعد هايبوتونيا وهايبرفليكسيا من اسبوعين لست اسابيع اكوردنج تو جنرال كونديشن. كلما قصرت كلما كان جود بروجنوزس كلما طالت كلما كان باد بروجنوزس. هي اقل حاجه اسبوعين اكتر حاجه ست اسابيع لو فيو دايز حاجه رائعه لو طولت قوي حاجه مصيبه على حسب الجنرال كونديشن وحسب السيفيريتي اوف ديزيز. في نهايه الشوك ستيج يبدا يظهر بقى البرامدل هايبرتونيا هايبر ريفلكسيا يبدا يظهر بوست بابنسكي اول حاجه. لو المرض جاي جراديوال هي سباستيك فروم ذا ستارت يبقى الحاله الاكيوت شوك ستيج فلاسيد ثم سباستيك ستيج. اما لو الحاله جراديوال اللي جاي تدريجيا مفيش صدمه فما عنديش شوك ستيج. المهم لو جالك بقى في السباستيك ستيج هتلاقي عنده باريسز. انا هقول كلمات بعد ما اخلصها الشاطر يفهم بقى. عنده باريسز واخد ناحيه. هذا الباريسز جاي ديستال اكتر من بروكس. ابدكتور اكتر من ادكتور. اكسنسور اوف ابر لمب اكتر من الفليكسور وفليكسور اوف لور لمب اكتر من الاكسنسور اي برو جرافيتي اكتر من الانتي جرافيتي. وعنده هايبرتونيا ملاكم بيلعب باليه. في الفليكسور اوف ابر والاكسنسور اوف لور. قوم لما يمشي بيجر رجله كده. لما يجر رجله كده يبقى اسمها سيركمدكشن جيت. لما اجي اعمل له البلانتر ريفلكس الاقي عنده بوست دابنسكي. لما اجي اعمل له ديب ريفلكسز بايسبس وترايسبس وبراكيرادياليس اكزاجريتد وفي اللور لمب النيو والانكل اكزاجريتد. اروح اعمل له باثولوجيكال ريفلكس الاقيهم موجودين. لو الحاله سيفيرا الاقي كلونس ريست كلونس باتيلر كلونس انكل كلونس. هلاقي الابدومينال ريفلكس فقد ات ذا ليفل سوري بلو ذا ليفل يعني مفقود في الناحيه المصابه. كل الناحيه المصابه دي مفيش فيها ريسبونس لهذا الابدومينال ريفلكس. صباح الفل.
فاكرين الجدول اللي بيفرق الاقسام اللي قلتهاش النهارده؟ ها فاكرين الجدول اللي بيفرق الابر موتور من اللور موتور؟ ناخد الناحيه الشمال البارسز والديستريبيوشن بتاع البيراميدال. الهايبرتونيوم ولكن بيلعب باليه. ها الريفلكسات طبعا الهايبرتونيوم تبقى كلاس بنايف صعب عليك تسيب معاك. ها الهايبر ريفلكس البوست بابنسكي باثولوجيكال ريفلكس كولونس لوس اوف سوبرفيشال ريفلكس والجيب بتاعته اسمها سيركمدكشن جيت. جالي واحد لقيت عنده المواصفات دي خلاص انتحلت هيموبليجيا. فيجي الدكتور يقول لك وات از ذا ليجن وير از ذا ليجن؟ وات از ذا ليجن من الاوسط والكورس والديوريشن. وير از ذا ليجن؟ والله يا دكاتره لو لقيت معاه هيموبليجيا هنا هيموبليجيا اهي ومعاها السوبرفيشال سنسيشن في الناحيه الثانيه وما عنديش كرينيال نيرفس يبقى دي براون سيكوارد سندروم. وتكملها بقى تقول لي يعني ايه براون سيكوارد؟ يعني هيمي سيكشن في السباينال كورد فوق سي 5 كوزد باي ستاب ووند او ديسك او ام اس او تيومر. ايه مواصفاتها؟ ات ليفل ابسي لاترال لوس اوف اول تايبس اوف سنسيشن ابسي لاترال ها لور موتور لوكالايز لور موتور نيرون ليجن تحت الليفل ابسي لاترال هيموبليجي ابسي لاترال ديب سنسور افكشن وابسي لاترال لوس ها اوف فاين تاتش كونترا لاترال سوبرفيشال بين وتمبريتشر وسمبل تاتش. اللي مش فاهم نقي اي حد معدي في الشقه بسرعه يفوقك على قفاك. مفهومه؟ طيب نطلع فوق شويه. لو انا على مستوى البرين ستيم تقول لي سهله يا دكتور على حسب انا عندي هيموبليجيا وديب سنسيشن وسوبرفيشال في ناحيه ومعايا كريال نيرف لور موتور في الناحيه الثانيه. الكريال نيرف في ناحيه والهيموبليجيا في ناحيه. على حسب لو كان معايا رقم ثلاثه بقى اسمها ويبر، لو كان معايا ثلاثه والريد نيوكلس بقى اسمها بندكت، لو كان معايا على الخلاف بقى سته وسبعه ميلارد جوبلر، لو معايا الميديا لوكنال باندل او حته من السيربيلم بقى اسمها فوبيلي، لو معايا تسعه و10 اسمها افيلس، 11 و12 اسمها جاكسون. وانا بجيب الكلام ده منين؟ قدام شويه. نطلع لفوق شويه سيريبرال كابسولر كومبليت هيموبليجي ايمي اناسيزي ديب سنسور افكشن 7 و12 ابر موتور نيرون ليجن على نفس الناحيه اللي فيها الهيموبليجيا وعلى الاوبز سايد اوف ذا ليجن. كورتيكال وساب كورتيكال معاهم كوما كونفولجن كورتيكال سنسور لوس افيزيا واجرافيا لو كنا في الدوميننت. لكن الساب كورتيكال هتبقى هيموبليجيا اللي حته والكورتيكال هتبقى مونوبليجيا. ده اسمه ليفلنج. ما احنا جاوبنا على وات از ذا ليجن وير از ذا ليجن. الكلام ده موجود في كتب العملي وموجود في كتب النظري. فاضل لي تكه واحده بس واعتقد هتبقى سهله ان شاء الله. بص يا اولاد دايما بيقولوا وانا بحب الكلمه دي قوي بصراحه يعني ده من مبادئ حياتي يا اولاد. مش معناها ان انا بطبل ولا حاجه والله ابدا. هو بس يعني الفكره ايه؟ اهم من الشغل تظبيط الشغل. اهم من الشغل تظبيط الشغل. يعني ايه؟ ممكن يبقى طالب شاطر جدا ورائع ومذاكر تكست بوك كمان واخد بالك وعامل كل حاجه زي الفل بس ما بيعرفش يتكلم. ممكن يبقى واد اونطاجي يعني واخد بالك وبيعرف يتكلم حلو. عشان تتكلم حلو الدكتور يقول لك حالتك ايه؟ لازم حط قدامك اربع نقاط: الايتيولوجي والليفل اللي هو ايه؟ وات ذا ريجن وات ذا ريجن والستيج اللي العيان فيها والحاله بتاعتنا اورجانيك ولا هيستيريكال. تجاوب على الاربع اسئله دول في اي حته هيموبليجيا او بارابليجيا تبقى سهله جدا. الايتيولوجي قلناه هتقول حاجه من الثمانيه: فاسكولار تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ديجنريتيف ديسيمينيتد كونجنتال هيستيريكال. الليفل سباينال ولا برين ستيم؟ وفين في البرين ستيم؟ سيريبرال كابسولار سب كورتيكال كورتيكال. الستيج لو الحاله جايه اكيوت يا اما فلاسيد يا اما سباستيك لو جرادوال هي سباستيك فروم ذا ستارت. اورجانيك ولا هيستيريكال؟ اذا وجدت الشور ساينس اوف برامدل فالحاله اورجانيك. ايه هي الشور ساينس اوف برامدل؟ ما هي الشور ساينس اوف برامدل؟ بصوا يا شور ساينس اوف برامدل تلاقي عنده ايه؟ ديستريبيوشن اوف ويكنس، الهايبرتونيا كلاس بنايف، الهايبر ريفلكسيا، البوست بابنسكي ساين، وجود الكولونس على فكره از ذا شور اورجانيك كولونس از ذا شورست ساين. دي اهم حاجه اصلا. كمان يا اولاد اذا كان العيان لقيت عنده هم لوس اوف ابدومينال ريفلكس في نفس الناحيه يعني لما تلاقي عنده ديستريبيوشن اوف ويكنس وتلاقي عنده هايبرتونيا كلاس بناين وهايبر ريفلكس وبوست بابنسكي وباثولوجيكال ريفلكس واورجانيك كولونس، هو انت عايز ايه تاني؟ الحاله بتاعتك اورجانيك مش بنهزر. لو ما ليش الحاجات دي هو جاي مشلوله خلاص دي عندها هيستيريكال. وفي حاجه بنعملها على هيان هوفمان ساين هوريها لكم مره على عيان ولا حاجه في الكلينيكال تقول لك اذا كان اورجانيك ولا هيستيريكال. طب انت الحمد لله وانت بتعمل هيستوري وانت بتعمل اكزامينشن جاوبت على الحاجات دي. الطلبه نوعين يا اولاد. في طالب الدكتور يقول له حالتك ايه؟ حالتك ايه؟ يقول له حالتي هيموبليجيا. الدكتور بيبص له فوق لتحت يقول له ما العين اللي قايل لك تعالى لي بقى هو يعني ايه هيموبليجيا؟ ايه اسباب الهيموبليجيا؟ ايه هو الليفلنج اوف هيموبليجيا؟ ايه الستيجز اوف هيموبليجيا؟
والحاله دي اورجانيك ولا هيستيريكال هيميبليجيا؟ يقعد الدكتور يسال الطالب في الهيميبليجيا لغايه لما يجيب له هيميبليجيا، وبصراحه الطالب يستاهل. ما هو طالب غبي ما بيسمعش الكلام. الطالب الحلو الشاطر الدكتور يقول له حالتك ايه؟ اسمع بقى، ما يقولش دايجنوزس، ده بيغني دايجنوزس، يقول له كيس اوف اورجانيك سباستيك رايت سايدد كابسولار هيميبليجيا ديو تو ثرومبوز سكندري تو هايبرتنشن. تلاقي الدكتور دمع دمعتين واداله الفول مارك. اورجانيك سباستيك رايت سايدد كابسولار هيميبليجيا ديو تو ثرومبوز سكندري تو هايبرتنشن اور دايابيتس. ايه رايكم؟ هل يستويان؟ واحد بيقول هيميبليجيا وواحد بيقول، طبعا في طلبه هبله يقول لك لا انا ما بقولوش الكلام ده كله، انا طمعوا فيا. لا مش هتطمعوا فيك، هو كده كده عارف وهيسال. يا ولاد اهم من الشغل ضبط الشغل، اظبط شغلك، اظبط الاداء بتاعك. كل ما تقول دايجنوزس حلو، كل ما تكون انت حد شاطر. دوت الجزء الكلينيكال اللي يهمني. طبعا فاضل بس في الهيبليجيا بقى اللي هو الانفستيجيشنز والتريتمنت، ده تبع النظري، لكن اعتقد ده كافي جدا لما تدخل على حاله الهيبليجيا. لو انت عارف الكلام ده الى جانب التكنيك بمنتهى السهوله تقدر تقفل الحاله بتاعتك. شكرا ليكم، ربنا يبارك فيكم يا رب ويسعدكم.